أهلا وسهلا بكم، عدنا إليكم من جديد بدرس جديد سيستفيد منه أغلب من يستخدم توزيعات لينكس. جزء من الدرس سيستفيد منه أيضا من يستخدم ويندوز وتوزيعات لينكس على جهازه، حيث سنرى في هذا الدرس كيف سنقوم بمزامنة المجلدات والبرامج على توزيعات عديدة. ما أقصد هو أنك لو مثلا قمت بإضافة سمة على توزيع ما تنضاف على التوزيعات الأخرى جميعها، في حال قمت بتغيير إعدادة برنامج ما، مثلا برنامج بيجن أو سكايب أو فايرفوكس، فتتغير أيضا في التوزيعات الأخرى بصفة تلقائية، وهكذا تركز فقط على التوزيع، ما البرامج وبعض المجلدات تبقى متزامنة في بينها بصفة تلقائية. سنعتمد على تقنية الروابط الرمزية ونبدأ الآن بالتطبيق. أول ما سنحتاجه بالنسبة في مجلد ندخل لمدير الملفات، مثلا هنا برنامج نوتيلز، ما ستحتاجه قبل البدء بالتطبيق هو أن بالنسبة للقرص الصلب يجب أن يكون مقسم بحيث يكون لك جزء أو قسم يسمى بPartition، يكون منفصل عن النظم التي تستخدم نظم التشغيل، أي أنه ليس مثبت عليه أي نظام تشغيل. في حالة مثل لدي هذا القسم ليس مثبت عليه أي نظام تشغيل، في حال كنت تريد مزامنة بعض الأشياء بين ويندوز ولينكس فيجب أن يكون هذا القسم بنظم الملفات انترفيس. إذن على هذا القسم تقوم بإنشاء مجلد تسميه مثلا شير، بالنسبة لي سميته شير. الآن سأعود لمجلد المنزل للتوزيع التي سأستخدم. في هذا المجلد تكون المجلدات المعروفة التي تكون على أي توزيع، مثل المجلدات الخاصة بالوثائق، بالتحميل، بالموسيقى، بالصور، بالفيديوهات، فهذه المجلدات يمكنك أن تزامنها بين التوزيعات جميعها. تكون أيضا موجودة ما يسمى بمجلدات إعدادات البرامج، تكون مخفية لذا يجب أن نظهرها عن طريق الضغط على Ctrl H أو من هنا إظهار الملفات المخفية في واجهة KDE، تضغط على Alt زائد نقطة. إذن هنا تظهر لك العديد من الملفات المخفية، هي خاصة بإعداد البرامج، تكون تبدأ بها نقطة. مثلا يمكنك مزامنة المجلد الخاص بالخطوط، الأيقونات، السمات، سمات والثيمز. وبالنسبة للبرامج مثلا يمكنك مزامنة برنامج سكيب، بيربل هو المجلد الخاص بإعدادات برنامج بيجن، برنامج المحادثة الآنية، موزلة بالنسبة لفايرفوكس. وبالنسبة للواجهات مثلا KDE فيمكنك أيضا مزامنتها. للتطبيق للمزامنة ما ستقوم به هو أنك ستقوم بنسخ هذه المجلدات التي تريد مزامنتها جميعها، ليس جميعها، فقط تقوم باختيارها على هذا الشكل ونسخ ما يهمك منها، ليس جميع الملفات وإنما ما يهمك منها فقط مجلدات ومجلدات برامج أو إعدادات البرامج. للاختصار الواضح أنا سأقوم بنسخ هذا المجلد فقط، لأني بالنسبة للمجلدات الأخرى قمت بالتطبيق عليها مسبقا. إذن أضغط على Ctrl C أقوم بنسخه وأعود لذاك القسم الذي قلنا أن سننشئ بهذا المجلد ونقوم بلصق المجلد. كما تلاحظون قمت بلصق المجلدات التي تهمني من قبل. الآن سأقوم بإنشاء رابط أو رابط رمزي لهذا المجلد عن طريق الضغط يمين، وهنا أنشئ وصلة. تنشأ لهذه الوصلة بالنسبة لك، ستقوم بإنشاء الوصلات لجميع هذه الملفات، ضغط يمين فتنشأ لك وصلات. سأقوم بنسخها والعودة لمجلد المنزل، سأقوم بحذف المجلد الأصلي واستبداله بالرابط، سأقوم بتغيير الاسم ليكون له نفس الاسم الذي كان للمجلد الأصلي. الآن مجلد ميوزيك وفقط رابط للمجلد الموجود في قسم فوليوم بالنسبة. بالنسبة للنظام لا يهم هل الأمر متعلق برابط أو مجلد أصلي. مثلا لو دخلت إلى إعدادات سطح مكتب لأختار صورة، مثلا هنا أريد إضافة صورة خلفية، وانتقلت إلى مجلد بيكشر، فهو يعطيني بيكشر موجود في مجلد المنزل، لكن في الحقيقة هذا المجلد بيكشر فهو رابط فقط كما تلاحظون، وأصلا موجود في القسم الذي قمنا بمشاركة أو بإنشاء المجلد الذي نريد أن نشاركه أو نشارك الملفات فيه. بعد قليل سنرى في توزيع أخرى كيف نكمل العملية لتكون متزامنة مع هذه التوزيع. الآن أنا فعلا على توزيع أخرى وسنرى ما سأقوم به لإتمام عملية المزامنة على هذه التوزيع لتكون متزامنة مع التوزيع
الأخرى. يعني سواء كنت ثبت هذه التوزيع للتو أو كنت أستعملها من قبل، يمكنني أن أقوم بهذه العملية بنفس الخطوات التي قمت بها على التوزيع الأخرى باستثناء إنشاء المجلد الذي سنشاركه. إذا ندخل إلى مدير الملفات الخاص بهذه التوزيع، ننتقل إلى ذلك القسم الذي قلنا أنه سيكون منفصل عن نظام التشغيل، ننتقل إلى المجلد وهنا نظهر الملفات المخفية طريقة الضغط على Ctrl H ونقوم بإنشاء روابط لهذه الملفات جميعا. مثلا أنا للاختصار سأقوم بإنشاء رابط لهذا المجلد فقط ولمجلد الإعدادات مثلا لهذا المجلد، أقوم بنسخهما معا وأنتقل من جديد إلى مجلد المنزل أقوم بلصقهما. وفي حال كنت أستعمل التوزيع مسبقا، مثلا ربما لدي في مجلد الصور صور خاصة بهذه التوزيعة، صور قمت بحفظها هنا، فيمكنني أن أدخل لها وأقوم بلصقها في ذاك المجلد، مجلد الصور الذي قمنا بإنشائه على هذا القسم. في حال ما تكون بها أي أشياء تهمني فيمكنني أن أقوم بحذفها مباشرة واستبدالها بهذه الروابط، حيث أقوم بإعادة التسمية فتصبح على هذا الشكل كما تلاحظون هنا. الذي مثلا Picture فهو رابط فقط لهذا الملف الموجود في هذا القسم، Icons المجلد الخاص ب Pigeon بسكيب داونلودز بالملفات بأسمات، فكلها فقط روابط للمجلد الذي قلنا أنه سيكون مشترك بين التوزيعات جميعها. كما قلت، الجميل في الأمر هو أنك تقوم بالعملية مرة واحدة، بعد ذلك تصبح هذه الأشياء تلقائية، أنك ما إن تغير شيء في هذه التوزيعة مثلا في البيكتشرز في الصور أو في التحميل أو في إعدادات برنامج ما تضيف حساب أو تقوم بحذفه فيتغير على جميع التوزيعات الأخرى. لم أتطرق لفايرفوكس لأن يمكن القيام بنفس العملية. بالنسبة لفايرفوكس لديه مجلد خاص بالإعدادات وما يسمى بدوت موزيلا على ما أعتقد، ربما قمت بحذفه من هنا. المهم سيكون هناك مجلد اسمه دوت موزيلا فهو الخاص بفايرفوكس. لم أقم بهذه العملية عليه لأني أفضل استعمال طريقة أخرى وهي إنشاء حسابات خاصة بفايرفوكس. طريقة إنشاء الحسابات هي أنك أولا تقوم بإنشاء مجلد ليكون مشترك بين التوزيعات، مثلا سأقوم بإنشاء المجلد على نفس القسم، مثلا هذا المجلد قمت بإنشائه. بعد ذلك سأقوم بفتح مدير حسابات فايرفوكس عن طريق ضغط على Alt F2 لتظهر لي نافذة التنفيذ. في حال لم تظهر يمكنك تنفيذ هذا الأمر أيضا في الطرفية فايرفوكس -P فتظهر لك نافذة مدير الحسابات. يجب أن يكون فايرفوكس مغلق لتظهر لك هذه النافذة. تقوم باختيار Create Profile إنشاء حساب جديد Next، وهنا في Choose Folder تختار ذاك المجلد الذي قمت بإنشائه مثلا فايرفوكس هذا المجلد، افتح وتعطي هنا اسم أي اسم للحساب Finish، فيتم إنشاء حساب جديد يكون له الإعدادات التي في ذاك المجلد. حين تنتقل لتوزيع أخرى فتقوم بنفس العملية وتختار نفس الملف أو نفس المجلد فيكون لك تزامن بين حسابات فايرفوكس. نفس الشيء يمكنك أن تطبقه على برنامج Thunderbird. و لما أفضل هذه الطريقة؟ لأنه بالنسبة لثاندربيرد وفايرفوكس باتباع هذه الطريقة إنشاء حسابات يمكنك أن تقوم بمزامنة الحسابات، حسابات فايرفوكس وثاندربيرد بين ويندوز وتوزيعات لينكس أيضا، إذا ليس فقط بين توزيعات لينكس بل أيضا على ويندوز. في فايرفوكس أيضا يوجد خيار المزامنة عن طريق حساب بريد إلكتروني، نفس الشيء موجود في كروميوم، لكن أنا أفضل بالنسبة لفايرفوكس وثاندربيرد الاحتفال بالمجلد الخاص بالحساب على جهازي، لذلك أقوم بهذه العملية. بالنسبة لكروميوم فيمكنك استخدام خاصية المزامنة عبر بريد جيميل، فيمكنك هنا الدخول إلى هذه القائمة، قائمة البرنامج برنامج كروميوم أو كروم نفس الشيء، وهنا تسجيل الدخول إلى كروميوم أو كروم فتظهر لك هذه النافذة، تقوم بالاتصال بحسابك وحين تكون على توزيع أخرى تقوم بنفس الشيء فيكون الحساب أو تكون الحسابات متزامنة عبر البريد الإلكتروني. بهذا أكون انتهيت من هذا الدرس. في حال كان قد أعجبكم واستفدتم من أتمنى أن تقوموا بالاشتراك في قناة المجمع لتتابعوا معنا بقية الدروس، وهي ستكون كثيرة إن شاء الله في هذا الصيف. إذن نلتقي في درس قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.